ساعة السحر، الآن يعلم الله ماذا جرى في بيت أمير المؤمنين. في مثل هذا اليوم إمامنا كان في كل يوم ضيفا في بيت أحد أبنائه، يوم عند الحسن، يوم عند الحسين، يوم عند عبد الله بن جعفر في بيت زينب الكبرى، وفي ليلة 19 من رمضان كان ضيفا في بيت ابنته الطاهرة أم كلثوم زينب الصغرى. تقول السيدة: كنت قد هيأت لأبي قرصين من الشعير في طبق وقليلا من ملح الجريش وإناء من الماء لا أكثر. أذن المؤذن للصائم فرحتان، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الملك الجبار. الإمام جاء من هذا الرجل، هذا القائد الأعلى للمسلمين، هذا الملك سلطان الدنيا والآخرة، صلى صلاته وجلس على مائدة الإفطار، نظر نظرة إلى الطعام. والله هذه كلها دروس ويحتاج إلى تحليل تاريخي. ثم نظر إلى ابنته أم كلثوم، قال لها: بني متى رأيت أباك على إدامي؟ أبي يا علي لم يكن في المائدة إدامان؟ قال: نعم، الملح واللبن. تقول: كان شيئا من اللبن في قصعة فيه لبن حامض خاثر، أمرني أن أحمل أحدهما، مددت يدي لأحمل اللبن لأحمل الملح، قال: بحقي عليك احمل اللبن ودعي لي الملح، أفطر على خبز الشعير مع الملح. تقول: حملت اللبن في السفرة في المائدة قطع من خبز الشعير. إمامنا في هذه الليلة أفطر على ثلاث لقمات من خبز الشعير، ثم شرب جرعة من الماء، رفع يديه نحو السماء: الحمد لله رب العالمين. ثم جدد وضوءه، ثم صلى لربه ركعات. تقول أم كلثوم: جئت إليه رأيته متغير اللون. أبا ماذا أرى؟ قال: بني رأيت في عالم الرؤيا جبرائيل وقف على جبل أبي قبيس وأخذ بيده حجرين وضربهما ببعض فذرهما رمادا وغبارا، دخل الغبار في جميع البيوت. أنعى إلي نفسي أرى بأبن عمري قد انتهى، بني قرب الأجال وانقطع الأمل. رحم الله هذه الدموع، رحم الله هذه العبرات. شيعتك يا أمير المؤمنين هذول اللي يحبوك هذه الليلة، أشوف الشباب لابسين أسود عزاء. بني بني قرب الأجل وانقطع الأمل، أنا أنام لحظات، نبهيني إذا حل ساعة السحر. نام قام مرعوبا: أبا ماذا حدث؟ قال: بني رأيت جدك رسول الله. قال لي: يا علي يا علي، مسح على وجهي وأزاح الغبار من على وجهي وقال: يا علي عملت بالذي عليك وقد اشتقت
نفسنا إلى رؤيته. أظن هذه آخر ليلة من الدنيا. توضأ، صلى لربه ركعات، قرأ القرآن، خرج من الحجرة. هذه اللحظات كانت ها انت وينك الآن؟ لحظات السحر. خرج من الحجرة، نظر نظرة في النجوم، قال هي والله الليلة التي وعدنيها حبيبي رسول الله. دخل الحجرة، قال والله ما كذبت ولا كذبت. ثم قال اللهم بارك لي في الموت. قام، لبس رداءه، شد مئزره، خرج من باب الحجرة. تقول أم كلثوم: وكان في ساحة البيت إوز لأخي الحسين طيور تشبه البط، وإذا بالإوز قامت في منتصف الليل في غلس الليل، بمنقارها أخذت ثياب أمير المؤمنين وهي تصيح وترفرف بأجنحتها كأنها تقول: يا أمير المؤمنين لا تخرج. أفلت بثوبه من منقارها وقال: صوائح يتبعها يا نوائح فإذا بان الصباح جرى القضاء. تقول أم كلثوم: وأنا أنظر إليه خرج، وصل إلى الباب، الباب لا ينفتح، كلما عالج أن يفتح الباب لا ينفتح الباب. انفتح مئزره، حمل الإزار وشده على ظهره، نعى نفسه: يا علي تحميك. كما أضحك كالدهر كذاك الدهر يبكيك. يا خرج من الباب وهو يقول: سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقول أم كلثوم: ركضت إلى أخي الحسن، قلت له: أخي، رأيت ما رأيت من أبي أمير المؤمنين؟ جاءه الحسن والحسين: أبا يا علي لا تذهب هذه الليلة. قال: بني، رأيت جدك رسول الله، أمك الزهراء، عمك حمزة، عمك جعفر، وهم مشتاقون إليك. ولدي، بحقي عليك، ارجع إلى البيت. رجع الحسن: وويلاه وعليا. جاء إلى المسجد، واي، رأى الناس نائمين، وأبان وقت الأذان، صعد على أعلى المئذنة، تنحنح وصفى صوته، ثم بدأ يؤذن: الله أكبر الله أكبر. وإذا بأهل الكوفة انتبهوا
يا للهول صوت أمير المؤمنين يصل إلى كل بيت كأنه يريد أن يودعهم. هذا آخر النداء، هذه آخر كلمات من أمير المؤمنين. ما شاء الله، رحم الله هذه العبرات. يا الله، ساعة السحر نزل من على المئذنة، جاء عباد الله قوموا إلى الله، الصلاة الصلاة يا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. جاء ونبههم إلى أن وصل إلى عدو الله عبد الرحمن بن مرجم المرادي، رآه نائما على بطنه، نبهه أمير المؤمنين قال يا غاذا لا تنم على بطنك فإنها نومة الشياطين، نم على يمينك فإنها نومة العلماء، أو على يسارك فإنها نومة الحكماء، أو على ظهرك فإنها نومة الأنبياء. قام اللعين خائفا مرعوبا، قال له أمير المؤمنين ولو شئت لأخبرتك بما تحت ردائك، يعني السيف. ثم قال له تريد أن تعمل عملا تكاد السماوات يتفطر وتنشق الأرض وتهد الجبال هدا. تركه الإمام، توجه إلى المحراب. الصلاة الصلاة، أيها الشباب إمامكم قتل في محراب الصلاة، عليكم بالصلاة في أول الوقت. وقف في المحراب ثم أقام للصلاة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اصطف الناس خلف أمير المؤمنين ورفع يديه مقابل القبلة في محراب مسجد الكوفة. الله أكبر، بدأ الحمد والسورة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه من الركوع خر لله ساجدا. في السجدة الأولى من صلاة الصبح في يوم 19 من رمضان، يعز عليكم يا مؤمنين يا موالين، لما رفع رأسه من السجدة الأولى وإذا باللعين كان مستترا خلف الأسطوانة من المحرام، رفع السيف إلى السماء وأخذ يهز السيف وضرب إمامنا على أم رأسه. رحم الله من نادى وعلي ومسموما، هل من منادي ينادي وإمام؟ وقع إمامنا على الأرض وهو ينادي فزت ورب الكعبة. ما مضت لحظات إلا والناس سمعوا صوفا اصطفاق أبواب المسجد، هبت ريح سوداء اغبر العالم، وإذا بجبرائيل ينادي بين السماء والأرض تغدمت والله أركان الهدى، وانفصمت العروة الوثقى، قتل ابن عم المصطفى، قتل علي المرتضى.
ما أعظمها من مصيبة، آجركم الله بهذا المصاب الجلل. ليلة القدر في حال الصلاة غدروا بالإمام المرتضى. ليلة القدر في حال الصلاة غدروا بالإمام المرتضى. وويلا 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 ليلة القدر. ليلة القدر في حال الصلاة غدروا بالإمام المرتضى. ليلة القدر في حال الصلاة غدروا بالإمام المرتضى. وويلا 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 وويلا. صاعد بصوتك ليلة ليلة القدر في حال الصلاة غدروا بالإمام المرتضى. ليلة القدر في حال الصلاة غدروا بالإمام المرتضى. وويلا 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 يا صاحب وويلا 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 وويلا. جزاكم الله خيرا. حفظت إخواني الآن العالم، هذا الصوت دي ينتشر بالإنترنت، كثير من بلاد العالم وياكم دي ينطمون، بس مو بغل برود شوي يعطوني حرارة. جزاكم الله خير الجزاء. ليلة الجمعة ليلة القدر، إن عند حاجة أسأل من الله أن يجعل نصيبكم شفاعة أمير المؤمنين عليه السلام، خصوصا إخوان الشباب أطراف الحسينية. ما شاء الله الحسينية مليانة، الكل شوية ارفعوا صوت. ليلة القدر في حال الصلاة غدروا بالإمام المرتضى. بعد بعد ليلة القدر في حال الصلاة غدروا بالإمام المرتضى. وويلا 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 يا شهيدا في الصلاة. يا أمير المكرمات يا شهيدا في الصلاة. أنت بدءا وختاما صائما حين الممات. يا وليد الكعبة شق العلي لك اسما من علاه علي. يا وليد الكعبة شق العلي لك اسما من علاه يا علي. يا شهيد المحراب يا شهيد المحراب طبت أصلا. وويلا 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 وويلا. ليلة القدر ما شاء الله مأجورين غدروا بير. شباب جاوبوني رحم الله والديك، ارفع صوتك. ليلة القدر في حال الصلاة غدروا بالإمام المرتضى. وويلا 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 وويلا.
الأعلام هذا بطل الإسلام هذا أعلم الأعلام هذا بطل الإسلام وارث خير الأنام دوما اهديه سلامي يا رزقا هد بنيان التقى وانفصمت العروات الوثقى يا رزقا هد بنيان التقى وانفصمت العروات الوثقى وجرى دمع المؤمن سيلا وويلا الجزاء. الآن بهذه الصدور الحمراء بهذه الدموع المسكوبة بهذه القلوب الطاهرة تتوجهوا نحو القبلة ونبدأ مراسم الإحياء. لا تشب دمعتك، خليك الشكل مع البكاء. إلهي انظر إلى هؤلاء المؤمنين، إلهي ارحم هذه الدموع. من أول الليل إلى الآن المجالس الناس حسينيات عندهم مراسم، ولكن احنا رواد آخر الليل يا رب، احنا خذ وياهم إن شاء الله. اغفر لنا يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم الجلال والإكرام من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا استغفروا الله، توبوا إلى ربكم أحبائي شباب. ليلة القدر لا نعلم في السنة الماضية، إن شاء الله عمركم طويل أشوفكم كل سنة وكل عام، ولكن ربما تكون هذه آخر ليلة من أعمالنا من رفع المصاحف. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الآن افتح المصحف الشريف أمام وجهك، بيض الله وجوهكم في الدنيا والآخرة وحشركم مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم
يسألك. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه. بكتابك المنزل وما فيه. وفيه اسمك الأكبر. وأسماؤك الحسنى. وأسماؤك الحسنى. وما يخاف ويرجى. وما يخاف ويرجى. أن تجعلني. أن تجعلني. من عتقائك من النار. استجابة الدعاء وأعد من الإمام الصادق. اسأل الله سبحانه وتعالى حوائج الدنيا والآخرة، حوائج ما بعد الموت، حوائج راحة القبر، خلاصك من ضغطة القبر. اللهم ارحمنا وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي يا الله. رحم الله هذه الأصوات، رحم الله هذه الدموع. الآن بهذه القلوب الطاهرة غفر الله لكم ولوالديكم. قبل القرآن وارفع القرآن على رأسك. أسأل الله أن يرفع رؤوسكم في الدنيا والآخرة وأن يوفقكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق هذا القرآن. اللهم بحق هذا القرآن. وبحق من أرسلته به. وبحق كل مؤمن. وبحق كل مؤمن. مدحته فيه. مدحته فيه. وبحقك عليهم. وبحقك عليهم. فلا أحد أعرف بحقك منك. الآن توجهوا بقلوبكم، انسوا الدنيا وما فيها خلفكم. القلوب متوجهة إلى الله. ساعة السحر لحظات روحانية هنيئا لكم على طهارة، طهارة البدن، طهارة القلب. مجلس أمير المؤمنين بدموع جارية نقسم على الله بذاته المقدسة. من أعماق قلبك نادي ربك بك يا الله. إلهنا نقسم عليك بشفيع البرايا برسول الله بشفيعنا يوم القيامة. إلهي بذلك النبي العظيم رحمة للعالمين أطروا أفواهكم باسمه الطاهر بمحمد. 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 بمحمد.
حملوا النعش إلى النجف وإذا بهم رأوا زينب تعدو خلفه يا شيال النعش بالله تدنى والله يرد البنات يودع يا الله إلهي بذلك الجسد المبارك إلهي نقسم عليك بأمير المؤمنين بحرقة قلب ريلة شهادة إمامنا أمير المؤمنين أنا يقين عند الإمام المهدي يبكي في هذه المصيبة مع الإمام المهدي هو أيضا يرفع القرآن على رأسه ويناديه بعلي حينما جاء أمير المؤمنين ليغسلها وقف يبكي على الحائط ما يبكيك يا علي قال كنت أغسل فاطمة مرت يدي على ضلعها فرأيت ضلعها مكسورا يا إلهنا نقسم عليك بالصديقة الزهراء أم الأئمة النجباء بحرقة قلب نقسم على الله بفاطمة الجسد المبارك ليدفنوه عند رسول الله الحقد الأموي أفرغ حقده رموه بالسغام لما أخرجوا الجسد من التابوت 70 نبلة على جسده المبارك إلى غلا نقسم عليك بكريم أهل البيت إمامنا المجتبى بالحسن رأيت الحسين في اللحظات الأخيرة استأذنت عمر بن سعد أن أشأن أسقيه الماء سكت اللعي حملت الماء وأنا في الطريق رأيت السماء غبرت وغبت ريح سوداء لما قربت رأيت الشبر قد حز رأسه إلى غنى بسيد الشهداء بإمامنا وحبيبنا الحسين نقسم عليك بالحسين
عليه السلام بمريض كربلاء يا رب. أوصوني خارج البلد داخل البلد بعشرات المرضى يسألوكم الدعاء، نقسم على الله بزين العابدين أن يمن عليهم بالشفاء العاجل يا الله. توجهوا إلى الله بقلوب صادقة، نقسم عليه بإمامنا الرابع بعلي بن الحسين. ووفقنا لنشيد مرقده إن شاء الله. إلى غنا نقسم عليك بإمامنا الباقر باب الحوائج بمحمد بن علي. قال لنا في العالم جعفرية ننتسب إلى الإمام الصادق. إلى غنا نقسم عليك بهذا الإمام العظيم عالم آل محمد بجعفر بن محمد. كل أسير اللهم ارزقنا زيارة أئمتنا في العراق بباب الحوائج بموسى بن جعفر. قصر المأمون عليه اللعنة، رأيته يجلس مرة ويقوم أخرى يتململ تململ السليم،
من شدة السم. نقسم عليك يا ربي بغريب الغرباء بإمامنا الرضا ثامن الأئمة بعلي بن موسى ووضعت جسده في أشعة الشمس. جاءت طيور السماء ظللت على جسده ما من الجوى، ولكن اللعين لما رأت يعز عليكم يا مؤمنين ألقت جسده إلى أسفل الأرض بشباب الأئمة. اللهم اقض دين المديونين. نقسم عليك بإمامنا الجواد منتصف الليل يا رب بمحمد بن علي ذلك المرقد المهدم. لعن الله من هدم قبورهم. الحقد الأموي ضد أهل البيت إلى الآن. إمامنا الهادي كان غريبا في حياته والآن هو غريب بعد شهادته. نقسم عليك بإمامنا العاشر إمامنا الهادي النقي بعلي بن محمد بذلك الإمام المسموم. رزقنا الله وإياكم زيارتهما في سامراء. نقسم عليك يا رب بإمامنا الحادي عشر والد الإمام المنتظر بالحسن بن علي أين إمامنا المهدي.
ليلة القدر إمامنا يبكي على جده، ليلة القدر يرفع القرآن على رأسه. إخواني أخواتي، لا أعلم، ربما إمامنا هذه الليلة إليه نظر في مجلسنا، ندعوه أن يأتينا يضع أقدامه على رموش عيوننا. سيدي يا ابن الحسن أنت المعزى، إلهنا نقسم عليك بإمامنا وولي أمرنا وصاحبنا وسيدنا ومولانا. سيدي تكفينا شماتة الأعداء. سيدي يا ابن رسول الله، أحدثك من على منبر جدك رسول الله، آلاف الناس هذه الليلة يتوجهون إليك يا صاحب الأمر. إلهنا نقسم عليك بإمامنا الثاني عشر بالحجة، 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 قبل أن ترفعوا المصاحف من الرؤوس اطلبوا حوائجكم من الله. يا الله، لا ترد من هؤلاء القوم حتى يدا واحدة. اللهم اقض حوائجهم، بيض وجوههم، اشف مرضاهم، اقض ديونهم. الآن خذ القرآن بيدك اليمنى واليد اليسرى نحو السماء، نتوسل إلى الله بدعاء الفرج. أسأل الله أن يفرج عنكم جميعا الكل. هذه الأصوات الآن ترتفع إلى السماء، ملائكة الله يسجلون أصواتكم في ظلام هذه الليلة. وين ما واقف خلي صوتك مع المؤمنين، لا تسكت، الكل مع بعض ندعو. إلهي فرجا عاجلا
استجابة الدعاء ليلة القدر منتصف الليل تحت خيمة أبي عبد الله الحسين. مضى لاستجابة الدعاء. اعرفوا قدر أنفسكم، حاول الدمعة تنزل من عينك، مع الدمعة مع القلب المنكسر سألوا الله سبحانه وتعالى قضاء جميع الحوائج. يا الله